زي ما بتكون في كلاب كل وظيفتها الحراسة، بتكون في كلاب تانية بتكون مخصصة للصيد فقط، يعني بتكون كل وظيفتها في الحياة انها تجري مع الصيادين وتسبقهم وتقبض على الفرايس زي كلب الصيد فزلة. قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا ناخد صواب مع بعض ونصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. انا منى شاكر ودي قناتي على اليوتيوب Only Dogs Lover. ياريت ما تبخلش علينا باللايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من محبينا ومتابعينا. يلا بينا نبدأ الفيديو. الكلب ده بيساعد الصيادين بطريقة غريبة جدا، يعني بيجري ويسبقهم ويقف قريب من الغزالة مثلا وبيشاور عليها ببقه، وده من بعيد ومن غير ما الغزالة تحس بوجوده، وبيفضل واقف في مكانه ومشاور عليها لغاية ما الصياد يحصله وياخد باله من الفريسة. الفزلة كلب صيد ذكي وسريع جدا، وبتصل سرعته ل 64.4 كيلومتر في الساعة، وبيتميز بحاسة شم قوية جدا بتساعده على صيد الحيوانات الصغيرة وخصوصا الطيور. كلب فيزلا هو كلب أوروبي من المجر، وكان بيرجع للقرن ال 18، ومعنى اسمه بالمجري يعني يبحث. تم تهجينه عشان يكون كلب صيد قوي جدا، وفي فترة من الفترات كان الكلب ده أوشك على الانقراض لحد بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأوا يهتموا بيه ويعملوا خطة لإعادة إنتاج الكلب ده من تاني، وهو مصنف تحت بند اسمه سبورتينج جروب. وهو كلب صيد مهمته إنه يجري مع الصيادين اللي راكبين خيل وبيدور على الفرايس، وبعد ما بيلاقيها بيقف ثابت وبيشاور بس على الفريسة من غير ما يجري وراها، وبيجي الصياد بيصاد الفريسة، وبعد كده بيجي دور فيزلا بقى انه يشيل الفريسة لو كانت مجروحة من الصياد او ماتت، وبينقلها للمكان المخصص لجمع الفرايس اللي تم صيدها. الوان كلب فيزلا بيكون لون واحد بس، هو جولدن روست. طوله من الكتف في الذكر من 55 ل 60 سنتي، ووزنه بيكون من 25 ل 27 كيلوغرام. اما الانثى بيكون طولها من 53 ل 58 سنتي، ووزنها بيكون من 20 ل 25 كيلوغرام. عمر الكلب ده بيتراوح من 12 ل 14 سنة، والام ممكن تولد من 6 ل 7 جراوي. الكلاب دي ممكن صاحبها يقص ديلها عشان ما تضايقهاش اثناء الصيد. الكلب مش من الكلاب اللي لعابها بيسيل، يعني مش بيريل كتير، دايما ريحته كويسة وشعره قصير ونظيف، وسهل ان انت تنظفه وتسرحه، وسهل كمان في تدريبه جدا لانه ذكي جدا وعنده طاقة عالية جدا جدا جدا. مش من الكلاب اللي ممكن تتحبس، وده عايز يتحرك بشكل دايم ويخرج كل الطاقة اللي جواه في الجري واللعب، لانه اصلا كلب صيد واخد على الجري، ولو ما خرجش الطاقة دي في اللعب هيخرجها في التكسير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.